على منصة ديوان سبور. وضربت البداية، ضربت البداية من الحكم هيثم الطرابلسي، لكن هوية تفتك الكرة للاتحاديين، تمشي من قيس فضيل طويلة وفرصة أولى، كاد أن يأتي الهدف الأول للاتحاد الرياضي ببنجردان، وركنية لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان. جوهر بن حسين ثنائية تتنفذ وتمشي داخل المنطقة، خطيرة بن حسين خطيرة، مستقبل الرياضي بالمرصد تتنفذ قصيرة بين سيود وجوهر، ينفذ حسام والهدف الأول، حسام الحباسي بالرجل يسرع يدون ويسجل الهدف الأول للاتحاد الرياضي ببنجردان، قوية بالرجل يسرع باغتت الجميع. في الدقيقة الحادشة من الشوط الأول حسام الحباسي يمضي الهدف الأول. كرة نتحدث على حسام جميلة جدا، قلت راه أخذ وقته بكل قوة بالرجل اليسرى يمضي ويدون الهدف الأول، وهذه فرحة جماهير الاتحاد الرياضي ببنجردان من مدرجات ملعب 7 مارس ببنجردان. هو 1-0 هنا في هذا أخذ الكرة، حسام على خط 18 متر تصطدم برقم 6 مدافع المستقبل عثمان القروي وتمشي في الزاوية اليسرى للحارس أسامة بوفالغا. إيدو النيجيري يربح التماس، ينفذ تماس طويلة توصل لابن عميرة، ممتازة الكرة داخل منطقة 18 متر، زوز مدافعين فالتغطية الحارس. مرة أخرى كورنير للمرسد تنفذ، هذه المرة قصيرة تمشي داخل منطقة 18 متر باش يسدد، يسدد والشرفي، الشرفي يتصدى، ياسين الزواري يستعد للتنفيذ ينفذ ياسين، والحارس على مرتين مرة أولى وما زالت الكرة داخل منطقة 18 متر، لكن الحكم ماذا يقول؟ هناك راية تنفذ من الزواري وعالية، عالية تمشي كرة عالية، ضربة مرمى لعميرة بن عميرة، بين عميرة ترجع كرة للمستقبل هذه بالمسألة، توزيع ممتازة إيدو ما يخلطش على الكرة، إيدو حط كرة طويلة في اتجاه أيمن العامري، أيمن العامري عمر زكري تسديدة قوية في مطلع الدقيقة 26 تتنفذ المخالفة خطيرة والمرة أولى وثانية والدفاع والمرة أولى ومرة أخرى الحارس، ممتازة ممتازة الكرة وإصرار مستقبل الرياضي بالمرسى على تعديل النتيجة. هذا مهدي ينفذ في دين الحارس، هذه كرة عمر زكري على اليمين داخل المنطقة خطيرة خطيرة الكرة وجانبية، سدد وهكا نشوفوا في مهدي عميرة، هذه كرة وهذا السيود داخل المنطقة كما جات فوق المرمى بعميرة، عميرة يعمل المراوغ يسدد والحارس على مرتين ممتازة. 1-0 دائما للاتحاد الرياضي ببنجردان، تتنفذ الركنيه والدفاع، هذا ايدو باش يسدد ايدو الدفاع. دخلنا رسميا في الوقت البديل 15 ثانيه، 1-0 للاتحاد، تتنفذ رميه التماس تمشي بسرعه وتوزيع داخل المنطقه والحارس يتقدم يوزع الدفاع من جديد، الدفاع بالراس يبعد الكره، عزيز الودرني عزيز باش يوزع داخل منطقة 18 متر خطيرة ممتازة الكرة الأخيرة وكانت خطيرة على مرمى الاتحاد الرياضي بنجردان، لكن الكرة تمشي ضربة مرمى. هي عاد أمامكم زوج لاعبين مستقبل رياضي المرسى استلمت الكرة بإيدو، ومرت ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بنجردان، لكن قبل ذلك ظافرة هيثم الطرابلسي تعلن عن نهاية هذه الفترة الأولى في اتجاه ياسين، ياسين الزويري امامه لمسه واحده دخل منطقه ذكيه وريتري وخطيره والدفاع ترجع من جديد لعزيز، هناك كرايه ولا توزيعه على القائم، قبل ذلك عمر زكري في الجهه اليمنى دخل منطقه 18 متر والدفاع عدلي التنفيذ، عمر ينفذ داخل المنطقه وراسيه خطيره والهدف. هلا قبل ذلك كان هناك مخالفة، هدف أبيض للمستقبل الرياضي بالمرسى، قبل ذلك كانت هناك مخالفة أو هدف، هدف التعادل فعلا، هدف التعادل، هدف التعادل للمستقبل الرياضي بالمرسى، هدف التعادل، هي عادة أمامكم
رأسية كانت عايدة الكرة للدفاع والهدف للتعادل، هدف التعادل لصالح المستقبل الرياضي المرسى بإمضاء حاتم ثبتو من اللعب لسجل الهدف التعادل لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، لهيثم من هيثم الترابلسي لمحمد امين باللكعه تتنفذ المخالفه بسرعه للقناويه وتمشي بسرعه من مهدي عميره داخل المنطقه والحارس، الحارس مره اولى ومره ثانيه. ايضا 2016 اللقاء انتهى بالتعادل الايجابي والمرسى ايضا تنتصر، هذه فرصة للقناوية لمسة واحدة ذكية والكرة تمر معها المسكيني المشارك وحسام الحباسي يوزع في العمق وما زالت الكرة ورائهم، لكن الدفاع يدخل الدفاع الدسويد أمام زوز مدافعين باش يحط كرة داخل منطقة 18 متر ذكية، الكرة الأخيرة لهاد السويد باش يوزع، لكن الدفاع إيدو داخل المنطقة يسدد بعيدة، يقوم بالحركات الإحمائية معه أيضا نزار أسميشي ولتسديدة، والحارس قوية جدا تسديد الاتحاد الرياضي بن قردين. حسام صاحب الهدف الأول، حسام يعمل مراوغة ممتاز داخل المنطقة رزق خضر والحارس يتسدى، تتنفذ المخالفة بسرعة، جاسم عبسة يوزع داخل المنطقة والدفاع والحارس تسديدة ممتازة، هو اللي يتعرض إلى عرق، لتتنفذ بسرعة المخالفة وتتوزع جانبية تمشي مباشرة في التمس، تك الكرة تمشي الهجمة لقناوية محمد جبلة طويلة في اتجاه نزار السميشي، نزار والكرة تخرج، ماذا يقول الحكم هناك خطأ أو مخالفة، على كل حال نزار السميشي يتعرض ضربة جزاء لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، الحكم إلى عادة أمامكم، النزار السميشي يعمل المراوغة يسقط والحكم يقول ضربة جزاء للقناوية، هي إعادة والسميشي يعمل المراوغة، ضربة جزاء في الوقت البديل، عثمان يتقدم والهدف الثاني لصالح القناوية، الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى بإمضاء عثمان القروي. هذه الكرة الثابتة أمامكم، نزار السميشي نفذ ثنائية مع وفي دين الحارس، مع عزيز الشوش وفي دين الحارس بشير العباسي، تنفذ وتمشي كرة الاتحاد الرياضي بن قردان وبسرعة من جوهر بن حسن في العمق والدفاع بالرأس، مختار العمري باش يسدد جانبية، العمري جانبية وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المباراة بين اتحاد بن قردان والمستقبل الرياضي بالمرسى بتقدم الضيوف القناوية هدفين مقابل هدف